اهلا بيكم، حلقه جديده من برنامجنا جمهوريه الستات على قناه اتش بي سي. بنكون موجودين معاكم كل يوم حد واثنين وثلاث الساعه 5 مساء، منتظرين متابعتكم. اسمحوا لي اشكر كل الناس اللي كتبت لنا على صفحاتنا على الفيسبوك وعلى صفحه البرنامج وبيتابعونا وكتبوا تعليقات جميله جدا. خلوني كده اقول لكم كام تعليق ظريف من التعليقات اللي جات لنا. الاعلاميه دعاء صبح بتقول والله هتبقى احلى من الجمهوريه الجديده. كمان استاذ ناصر الشاهد بيقول هو علشان بيتقال عليكم الحكومه هتعملوا جمهوريه ربنا يستر. كمان من المتابعين مهندس محمد نبيل بيقول ربنا يهدي جمهوريه الستات على جمهوريه الرجاله ويبقى برنامج نافع للمجتمع. اوعدكم ان شاء الله زميلتي موني وزميلتي مروه ان احنا نقدم لكم حاجه مهمه ومفيده وبجد هتستمتعوا وتستفيدوا بيها باذن الله. خلونا قبل ما نبدا حلقتنا نقدم التهنئه اللي كتبها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الشخصية لأبطالنا أبطال أولمبياد باريس، وقال فيها: أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، لقد رفعتم اسم مصر عاليا. أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، وسارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، ومحمد السيد حائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف. إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي. شكرا سيادة الرئيس على هذه التهنئة. وكمان السيدة انتصار السيسي ما اكتفتش بالتهنئة اللي كتبتها على صفحتها، كمان أجرت اتصال مع والدة البطل أحمد الجندي والبطل محمد السيد، وأكدت أن مصر والمصريين بيفخرون جدا بأولادهم، وأثبتت بتقول أن إحنا دلوقتي اللي حصل ده بيثبت أن كل رجل عظيم خلفه امرأة عظيمة. وكمان أجرت اتصال شخصي بالبطلة سارة سمير الملهمة في إرادتها ووجهت لها التحية. الحقيقة احنا كلنا بنشكركم، انتوا أبطال بجد. أهلا بيكي يا نهى، أهلا بيكي يا مروة. أنا عايزة وده تشجيع ونماذج المتميزة والناجحة للقيادة السياسية بتاعتنا طبعا، وبرعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخبر جميل جدا ونبدا حلقتنا. تشجيع لابطالنا طبعا. نبدا حلقتنا النهارده وهي تكون حلقه مثيره جدا لانها في موضوع مثير للجدل، ويعني هنقدم لكم فيها حلقه يعني مليانه، وهنعرف موضوعنا من زميلتي مرو. الحقيقه النهارده في جمهوريه الستات هنتكلم عن موضوع شاغل المجتمع، وكل فتره تقريبا كل سنه بيطلع ترند. كل فترة بنشوف حاجة لازم تشقلب لنا الدنيا كده ولازم تعمل ترند على السوشيال ميديا، وكل اللي احنا عايزينه طبعا حاجة مش كويسة. يعني هو في السوشيال ميديا ترندات بتطلع ذو قيمة، وفي حاجات بتطلع طبعا يعني حاجات سلبية. فاحنا عايزين نقول ان لكل ذي مقام مقال. عشان كده قررنا في جمهورية الستات النهاردة ان احنا نفتح الموضوع ده المثير للجدل ونعرف مين الصح ومين الغلط. مين الصح ومين الغلط؟ يا خبر، يعني ممكن يكون الطلاب اللي بيطلعوا يرقصوا بالشكل ده يكونوا هم كده مش غلطانين؟ ممكن طبعا ما يكونوش غلطانين. انا عايز افهم حاجه، هو الطالب ده لوحده مش في جامعه وفي اداره جامعه وفي تحضيرات للجامعه وفي دي جي بيدخل الجامعه وفي لايت سيستم بيتحط في القاعه؟ طبعا يعني الموضوع مثير للجدل ولازم نعرف مين الغلطان ومين اللي مش غلطان. يعني انتوا طبعا عايزين تقولوا ان ممكن الطالب ما يبقاش عليه الغلط، ولا تقصدوا ان هو ممكن يكون مشارك في جزء من المشهد اللي احنا شايفينه؟ انا شايفه ان في ان الطلاب، يعني انا اعتقد يعني على انا مش مع مش ضد، يعني هو الطالب من حقه يفرح، بس لازم يكون في ضوابط شويه للموضوع ده. الرقص في حفلات الجامعه يا جماعه لازم يكون في حريه الطالب، ولازم يكون في قدسية الجامعة وقيم والقيم المجتمعية. يعني لازم يبقى في تناسق بين الاثنين. يعني الرقص افرح افرح زي ما انت عايز، ولكن لازم يبقى في قدسية للمكان اللي انت فيه، والقيم والأخلاق والقيم المجتمعنا لازم برضو تبقى من جوانا نقدر نطلعها. أكيد على أكيد الأخلاقيات أكيد اللي احنا نتعامل بيها. عشان كده يمكن عنوان حلقتنا النهاردة بيقول الرقص في حفلات التخرج ما بين حرية الطلاب وقيم المجتمع.
طيب خلونا بقى يعني نذكر حاجة قبل ما نبتدي كده مع ضيوفنا ونعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع. يمكن من امبارح السوشيال ميديا مقلوبة على خبر غريب، هو يعني في ناس ضحكت عليه، صحينا من نوم الصبح لقينا خبر غريب. الخبر ده عن ولد بيحذر تحذير شديد لأخته اللي رايحة تحضر حفلة تخرجها، والمفروض ان هي يعني رايحه تحضر الحفله وهتستلم شهادتها، وبالتالي هو بدا يقول لها خدي بالك، بيحذرها هتلبس ايه هتعمل ايه. يعني الموضوع ده ظاهره طبعا انتشرت، وهو خاف على اخته وبالتالي بدا يوجه لها بعض التحذيرات. ويمكن من الجمل اللي هو قالها لها او يعني اللي تداولوها على السوشيال ميديا وعلى الواتساب بعض الجمل كده هنعرفها ونعرف تفاصيلها دلوقتي. ما ترقصيش، هو قال لها ما ترقصيش، هي دي الرسالة اللي وجهها الشاب ده لأخته، لأن هو كشاب قلقان على أخته في مجتمع يعني السوشيال ميديا خلت كل الطلاب ينجرفوا تحت لواء الترند أو ركوب الترند زي ما بيقولوا. فهو قال لها، بعت لها رسالة قال لها فيها بالنص ما ترقصيش ولبسك يكون واسع وما فيش شعراية تبان منك. لا هو مش قال لها ما ترقصيش بس، واخده بالك من لها، قالته خدي الشهاده وبس. هو قصدها يقول خدي الشهاده، بدل خدي الشهاده قولي الشهاده، قولي الشهاده وموتي، ما تعمليش حاجه بعد كده. طبعا هو كاخ من حقه ان هو يخاف على اخته، واي اب واي اخ واي اسره مصريه، مش هنقول محترمه، كل الاسر المصريه محترمه، ولكن هنقول اي اسره بتخاف على اولادها، حتى اللي طالعين منهم مش مؤهلين، والبنات اللي بيطلعوا برضو لا امهاتهم واهاليهم بيخافوا عليهم، ولكن هم مستهترين شويه. فطبعا هو كاخ لازم يخاف على اخته ولازم يحذرها كل التحذيرات ده في وسط السوشيال ميديا والحاجات اللي احنا بنشوفها واللي بتوصل للنهايه ان هي بتبقى ترند فاضح لكل بيخاف عليها وترند فاضح لكل طلاب الجامعه. يا جماعه بقت حاجه صعبه قوي. قال لها ايه يا موني؟ قال لها استلمي شهادتك بهدوء، بهدوء. ما هو انت بنت ناس. الجمله دي أيوة. حد ذاتها يا موني هي بتدل على انه احنا لسه في اسر محتفظه بقيمها طبعاً. باخلاقها طبعاً. مهم جدا دور الاسره في توجيه اولادهم للصح وللغلط، وبالتالي هو حب ان هو يحط كده قواعد لاخته قبل ما تروح تحضر حفله التخرج. طيب ممكن انا عندي اعتراض بس على كلمه انت بنت ناس. على فكره كلمه انت بنت ناس، هو البنت لازم تفرح، كل الناس لازم تفرح، الفرحه ما فيهاش بنت ناس وبنت مش ناس، يعني ما فيش كلام ده، ولكن طريقه الفرحه هي اللي هو قصده كده، قصده افرحي بس هو ما لهاش افرحي خالص، هو قال لها خدي الشهاده قولي الشهاده. يا جماعه لازم نفرح، بس نفرح برقي، الفرحه برقي زي الرقص، ما هو الرقص فيه رقص برقي ورقص ما شاء الله. هنشوف طبعا على الشاشه الموضوع ده النهارده في حلقتنا اكيد. هو التوجيه اللي وجهه لها اخوها ان هو خايف عليها، ان هي في لحظه زي ما بنشوف هتتصور فيديو، مصر كلها هتتفرج عليها، فهو خاف من النقطه دي، فهو وجهها بالكلام ده. واحنا ده بيدل ان لسه في اهالي، الحقيقه شابوه جدا للاهالي اللي لسه شايفه من وجهه نظرها ان احنا لازم حتى لو هنفرح لازم نبقى ملتزمين بعاداتنا وبقيمنا وما نخرجش عن المألوف. وقال لها ايه كمان؟ اقول لكم بقى قال لها ايه كمان. هو التهديد يا جماعه ما وصلش حتى للكلام اللي على السوشيال ميديا ده، وصل بالتهديد انه يقول لها انا هضربك، يعني لو ما عملتيش كده، لو ما خبيتيش شعرك، لو ما لبستيش واسع، لو ما استلمتيش الشهاده بهدوء، ما قلتيش الشهاده بهدوء. طبعا زي ما قلنا كل اسره لازم تخاف على اولادها ولازم تحافظ على اولادها، ولكن انا ضد التهديد اللي هو هدده لها، لان كان يعني انا عن نفسي لو حد هددني بحاجه او قال لي اعملي كذا بحديه انا مش هعملها، ولكن هو كانت طريقته غلط طبعا جدا، وبرده طلع ترند على فكره. يا موني يعني مع ضيوفنا اللي هيشرفونا، بس مضطرين نخرج فاصل دلوقتي. طب انا عايزه اقول بس هو خلينا بعد الفاصل يا موني. هو قال هطلع ترند هطلع ترند بالضربه. فاصل صغير وهنرجع لحضراتكم على طول ان شاء الله.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومنرحب بدكتور محمد السيد استشاري سلوك الانسان. اهلا دكتور محمد، بجامعه بلفورد بامريكان، ومعانا الطالب السيد جمال، طالب في كليه الاعلام. اهلا 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 يا سيد، اهلا بيكم معانا النهارده في جمهوريه الستات، نورتونا. اهلا بحضرتك. ويمكن عايزين نبدا بحضرتك يا دكتور، وكلامنا النهارده عن حفلات التخرج والرقص اللي بيحصل فيها والتجاوز من بعض الطلاب والطالبات، فعايزين نعرف من وجهة نظر حضرتك رأيك إيه في الظاهرة دي؟ طيب الأول برحب بحضراتكم والسادة المشاهدين. خلينا نحط قاعدتين في الأول خالص، إن في فرق ما بين الفرحة وما بين التصرف الإنساني اللي هو بيخرج شوية عن الإطار الأخلاقي. الفرحة مشروعة لأي حد، أي حد من حقه إنه يفرح، إحنا كلنا بالعكس عايزين ننبسط ونفرح، ودي مناسبة جميلة ولابد إن الناس تفرح بيها. لكن المشكلة الإطار الأخلاقي لما بيطلع خارج الإطار الأخلاقي المقبول من المجتمع ما بيبقاش لايق. أنت طالب وبتتخرج في حرم جامعي وبين أساتذة وما بين وبتاخد شهادة وتحت ظل الجامعة ودولة وغطاء قانوني معين، لازم الإطار الأخلاقي يكون محكوم بكده. غير خالص حنة شيماء ملناش علاقة بده، ده قصة تانية. فده إطار احتفالي غير الإطار الاحتفالي التاني اللي هو في قاعات الأفراح. لازم يكون الفرق ده واضح جدا. الحاجة التانية، السلوك الإنساني بيتحكم بخمس حاجات. بيتحكم بالطبع البشري، وبيتحكم بالإطار الأخلاقي، وبيتحكم بالإطار الاجتماعي والزماني والمكاني. لو أي سلوك كسر واحدة من الخمسة دول يبقى غير لائق، نحط عليه إكس مباشرة. يعني عملت حاجة في زمن غير مناسب تبقى غلط، عملت حاجة في مكان غير مناسب تبقى غلط، عملت حاجة بعيد عن الإطار الأخلاقي اللي هو الأخلاق اللي بيحكمني في المجتمع يبقى غلط، بعيد عن الإطار الاجتماعي العادات والنظم الاجتماعية يبقى ده غلط، بعيد عن الإطار البشري إن أنا بشر وبتصرف تصرف يليق بالسلوك الإنساني يبقى ده غلط. أو تصرف لا إرادي. ما هو التصرف اللا إرادي لما بيكون تحت واحدة من الخمسة دول بنمشيه، لكن يكسر واحدة من الخمسة بيبدأ خلاص بدأ ياخد كيرف مش اللي هو. فعشان كده احنا بنقول لا، لو السلوك الإنساني خرج عن ده لا. انت دلوقتي إنسان ومحترم وراجل اتعلمت 4 سنين أو 5 أو 7 أو على حسب التخصص بتاعك، وجاي في اللحظة اللي هي خلاص بقى بنكلل كل التعب والجهد قدام أهلك وقدام عيلتك وقدام أساتذتك وقدام الجامعة والمشرفين وغيره، بهذه اللحظة لازم تكون دي تحترمها. لازم ولا بد، لازم ولا بد. بره في بعض الجامعات، وان كان احيانا بعض الناس هنا بتقلد اوروبا في الجزء بس الانفتاحي اكتر من الاخلاقي. يعني بره لو واحد ابتزل بتتمنع عنه الشهاده ويتحول للتحقيق. بره احيانا في بعض الدول، وبعض الدول اللي هي ايه اللي هي ممكن هنا الشباب شايفينها ان هي بقى حريه والاوبن مايند كده. لا دي حاجه ودي حاجه. الحرم الجامعي له قدسيته في اي زمان ومكان. الحاجه الثانيه ودي اللي غايبه عن ناس كتير قوي، ما تيجي نبص هو ايه يعني ايه التخرج وتاريخه ازاي ونشا ازاي وانا احترمه ازاي في الزمن ده. الاطار ده طلع في الاصل العرب والمسلمين هم اللي عملوه. الثياب ده بيدل على ثياب العلم اللي الناس بتلبسه ده، اللي هو روب التخرج اللي بندفع فيه قد كده علشان نبقى كلنا لابسينه في الحفله. بالظبط. ده ثياب بيقول لك ان انت تحولت من مرحله طالب الى مرحله ان انت عالم في التخصص ده، هتتسئل فيه او هتعالج فيه او يعني لازم تبقى قد المسؤوليه الحاجه اللي انت المفروض خارج عليها او التايتل بتاعك او مهنتك. دي اساسيه. لازم تبقى عارف ده، انت بتتحول من طالب كنت بتتلقى العلم الى واحد دلوقتي هتدي مسؤول بقى. الى واحد مسؤول. بالظبط كده، اصبحت عالم في مجالك سواء طبيب او صيدلي او مهندس او ايا كان التخصص. والقبعه دي قبعه مربعه عشان كان بيوضع عليها الكتاب المقدس بتاع المسلمين القران زمان في الاندلس. عشان يدي لك اشعار ان الوحي مقدم على العقل، الكتاب المقدس الاول وبعدين يجي عقلك بعد كده. العقل والعلم. فما تعملش حاجه في مهنتك وفي علمك اللي انت بتلبس الثياب بتاعه تخالف كلام ربنا وتقول لا ده عقل بيقول لي كذا، لا كتاب ربنا الاول. امال احنا دارسين ايه؟ حلو قوي التفسير ده. العقل لازم يتحكم فينا اكتر من العاطفه. ضروري ضروري. فده عشان يدي لك الاشعار ده. كويس جدا. انا دلوقتي بلبسه، الطالب اللي النهارده بيلبس الثياب ده عارف كده؟ لا طبعا. انا كنت لسه هقول لحضرتك ده لو كل طالب عارف المعنى اللي حضرتك قلته والتفسير ده يعني رد فعله هيختلف تماما. التوعيه مهمه جدا فعلا. جت اوروبا تحديدا فرنسا خدت مننا الكلام ده في القرن ال11 وبدات الجامعات الفرنسيه تقلد التقليد اللي احنا عاملينه في الاندلس من 1000 عام. بالظبط. وبداوا يعملوه وحفله حاجه اسمها تخرج،
المبروك ويلبسوا الروب ويحطوا كذا ويحطوا بقى الكتاب المقدس بتاعهم او بالضبط احنا اللي طلعناها ده هم اللي قلدونا ودلوقتي الجيل فاهم ان هم اللي بيقلدوهم بالضبط يعني ما يعرفوش التاريخ ده نيجي بقى في الزمن بتاعنا زمن اختلاط المفاهيم الاخلاقيه يعني ايه اختلاط المفاهيم الاخلاقيه احنا في زمن انا اسف الكلمه في زمن ان الفرحه راس ده ابتذال انتخابات يبقى راس مش عارف وطنيه تبقى راس حنه تبقى راس مش عارف كذا الله يبارك فيك في كل الحالات هذا الكلام منبوذ قولا واحدا منبوذ اخلاقيا قولا واحدا ده اطار غايه في الخصوصيه يليق بواحده مع زوجها ولا احنا ملناش علاقه بالكلام زي كده لكن اطار اجتماعي لا معلش يا دكتور فضل. بس في النقطه دي يمكن ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان في ساعه الزواج وكده كان بيضربوا على الدف وبيفرحوا يعني كان في مظاهر للفرحه ايه اللي ولكن في طبعا في اطار وبرده يعني هاتي لي واحد رقص في التاريخ ما هو مظاهر مختلفه بقى سواء ايام الرسول او ايام اليهود هاتي لا يعني احنا بنتكلم بالظبط لو احنا قلنا كل عصر ليه الضوابط بتاعته يبقى انا لغيت المرجعيه. انا راجل مرجعيتي ايه؟ انا راجل شرقي مسلم عربي مصري. دي المرجعيه بتاعتي. من الاربعه دول بيطلع حاجه اسمها الاخلاق العامه المقبول والمرفوض. لو انا جبت خليط غير ده يبقى ما ارجعش الوم بقى، يعني لو انا جبت دلوقتي حاجه معلبه من الامريكان هي تليق بيهم بس ما تليقش بيا. يبقى انا غلط. طبقتها في مكان غير مناسب. هو احنا عندنا حاجه اسمها المبتذل والغير مبتذل. بالظبط. الحاجة المبتذلة مرفوضة ودي ضمن الفطرة الإنسانية يا جماعة دي اللي احنا عاوزين نقولها للناس مش بس ان احنا مسلمين وهم لا ان احنا عرب وهم لا لا بس مسألة ان هي ضد الفطرة الإنسانية في العموم يعني يا دكتور احنا دلوقتي بنشوف حفلات بنشوف طبعا مشاهد غريبة ودخيلة على المجتمع في حفلات التخرج اللي بتحصل دلوقتي ازاي نقدر نصنف الرقص اللي بيرقصوه الطلبة بعض الطلبة بيرقصوا رقص خارج شوية هل ده نقول من الفرحة ولا مثلا هم زي بلغه السوشيال ميديا عايزين يركبوا الترند يعني ازاي نقدر نصنف اللي بيحصل دلوقتي من حاجتين الحاجتين سبب الفعل ده عند الطلبه والطلبات حاجتين اتنين واحد التلوث الثقافي الاخلاقي احنا عندنا الفرحه دخلت مع بعض المظاهر المبتذله دخلت مع غيره يا فندم احنا في زمن لو واحد النهارده راح في فرح زميله وما رقصلوش يزعل منه وصلت لحد فين؟ المجاملات انت متخيل وصلت لحد فين؟ وهو شاب وده لا يليق بالرجوله اصلا ولا 1% وبالرغم من ذلك لو ما يزعل انت مش فرحان لي تمام كده؟ احنا في زمن المخدرات بقت بتطلع ترند في الافلام على انها شيء عادي احنا في زمن الكلام المبتذل بقى نوع من الهزار صح بيهزر معاه بالاب والام ويشتم والا لو كده ما يبقاش واخدين على بعض ايه راي حضرتك في السوشيال في الظاهره ديت على السوشيال ميديا اللي هي ايه ظاهره الرقص وظاهره يعني نقيمها ازاي مبتذل بصفة مبتذل دي حاجه مبتذله يا جماعه ما في ورقم واحد خدوها قاعده ده ما فيش حاجه اسمها راجل بيرقص قولا واحدا ولا ست يا دكتور بالمهزله في اطار خاص براحتها لكن في اطار عام لا بالظبط كده قولا واحدا قولا واحدا وده ضد الفطره احنا مش بنتكلم الان بنقول اسلام وكفر ولا بنتكلم بنقول عرب واجانب احنا بنتكلم كفطره أخلاقيات. انسانيه احنا بنتكلم في الاخلاقيات واخلاقيات ثابته عند كل البشر ده لا يقبل قولا واحدا للاسف كمان يا دكتور احنا بنشوف اصلا لو في حفلات تخرج بره في اوروبا احنا مستحيل نشوف ان ده بيحصل ما بيحصلش لا ما بيحصلش احنا بنقلد غلط يا فندم ده ما بيحصلش وحاجه كمان حاجه كمان عشان برضو ندي لكل واحد حقه الاخلاق الخاصه بالعلم ممكن احيانا نشوف اخلاقيات في الشارع نقول ده وحش ده واحد مش متعلم ده مش متربي ده في الشارع لكن داخل الحرم الجامعي ده محكوم طبعا بالظبط انا لسه كنت عايز اقول لحضرتك يعني قدسيه مدى قدسيه الحرم الجامعي احنا برضو الجزئيه دي لازم نفهمها للطلبه أيوة. يعني انت مش رايح الجامعه مش نادي ده مش نادي بالزبط. ولا متنزه بالزبط. لا انا رايح الجامعه حرم الجامعه ده ليه قدسيته وليه سلوكه وليه الضوابط العامه بتاعته ازاي انا يعني برضو محتاجين ان احنا نفهم ولادنا والاسره برضو يكون ليها دور في دوت انه انت مش رايح يعني البنات اللي بتروح برضو في العادي او في الايام العاديه بلبس لا يليق بالجامعه برضو دي من الامور يعني كلمنا في النقطه دي شويه دكتور بص يا فندم دي نقطه ليها اطار بعد ثقافي واخلاقي السنه اللي فاتت في احد البرامج وفي نفس اليومين دول ونفس الموضوع كان في ترند ان بنت رقصت رقصه معينه واللي برروا لها الفعل ده قال لك ايه ده كانت بتمثل الحضاره النوبيه صح فاحنا قلنا طيب يا جماعه
هل يمكن ان احنا نجسد حضاره بالرقص؟ ده علمي او اخلاقي مقبول؟ لا يعني اجي اقول ايه احنا حضاره اكبر من كده بكتير واقيم من كده بكتير. الله يبارك فيك. الحضاره النوبيه العظيمه دي بس اظهر منها مظهر الرقص؟ لا طبعا. طيب اجي تاني بنت في جامعه ما هي اصلا مهتمه بالسوشيال ميديا واحنا قافه المجتمع ده الترند. طبعا قافه المجتمع كل عاوز يطلع ترند حتى لو من باب الخلفي بالظبط، وهي عاوزه تكبر الصفحه بتاعتها وتعمل ترند فتبتزل وترقص رقص مش عارف كذا وكذا وكذا. احنا في زمن اغاني المهرجانات بقت قدام رئيس الجامعه وقدام الاساتذه الموقرين وتحت قبه للأسف الجامعات، وده طبعا احنا الفيديو كان بيتعرض من فده غلط حاليا في الحلقه. هل الجامعه ليها دور يا دكتور في سلوك الطلاب اللي بتحصل على السوشيال ميديا؟ لا على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا لا، على السوشيال ميديا جوه الجامعه نفسها. جوه الجامعه جوه الجامعه يا فندم. الطالب من اول ما بيدخل الجامعه، انا هضرب لحضرتك مثال، لو في طالب دلوقتي اتخانق على الكافيتيريا بتاع الجامعه وضرب زميله تحت طائله القانون ولا هي سايبه؟ لا طبعا تحت طائله القانون. مين اللي ياخده يسلمه للقانون؟ امن الجامعه طبعا. تمام. طول ما هو في داخل اسوار الجامعه هو محكوم، هو في حرم محراب الجامعه. فداخل الجامعه، داخل الجامعه الطالب، وده يتعلم للطلبه المنظومه الاخلاقيه ان في فرق ما بين مناسبتك الشخصيه عيد الميلاد واسبوع وكلام براحتك، ما بين المحراب العلمي اللي انت فيه وما بين محراب الجامعه اللي حضرتك بتتخرج منه غير مقبول. والطالب يوقع على ده ويحترم ده، ولو خالف ده القيم الجامعيه يتحول لتحقيق فورا وتحرم الـ احنا المفروض نعمل لائحه جامعيه. طيب. في بدايه الطالب في سنه اولى جامعه وهو داخل يبقى في لائحه يقراها كويس ويذاكرها كويس، ولو تعداها هنا تعليمات اللي هي تعليمات الجامعه بنبدا ناخد ضروري فن، والا الامور هتسوء. طب ما احنا بنطالب بده يعني، يا ريت علشان المهزله اللي بنشوفها ما نشوفهاش تاني. ومش صعب يا فندم، ومش صعب، والبرامج اللي تقدم في الحفل تكون تحت اشراف الجامعه بالظبط، وكلمات رسميه مش دي جي ومش عارف ايه يا فندم. ده مش طب حضرتك شايف يا دكتور ازاي اصلا ان احنا نقدر نعدل سلوك الطلبه ونفهمهم ان اللي بيعملوه دوت غير لائق وبطريقه هم برضو يتقبلوها ومن غير ما نهاجمهم بزياده او ان احنا يعني نضيع فرحه الطلبه بالكلام ده؟ طيب يا فندم، اولا لازم نحط الامور في نصاب. اكتر من 80% من الطلبه محترمين جدا وما يقبلوش ده اساسا، اكتر من 80%. في جزء صغير جدا دي الحالات الفرديه اللي هي بتظهر على السوشيال ميديا وعلى فكره مش بتظهر بس في موضوع التخرج، لا هي من وقت للتاني بتظهر كده. واحده عملت ترند مره في فرح مش عارف ايه، مصر كلها واحده مش عارف، كان الحاجات اللي زي كده هي اللي بقت بتسمع نتيجه ان البيئه الخاصه بالسوشيال ميديا بتصدر الحاجات دي. طبعا وبتروج الحاجات دي اسهل من الحاجات اللي فيها القيم جدا. فرقم واحد ان احنا اساسي القيم الجامعيه تدرس للطلبه من وقت للتاني. اتنين احنا كاعلام ننبذ هذا الموضوع ونعلم الناس ان لا لازم تبقى عارف ان رجلك اول ما تخطي عتبه الجامعه ده اطار مختلف خالص. انت في البيت، عفوا في الكلمه، لو شاب مدخن ودخل البيت ما يقدرش قدام ابوه لو هو متربي، ما يقدرش يعملها. بيحترم زمان كان كده يا دكتور بالظبط، وده حتى الان في كتير كده، في اسر كتير طبعا ماشي يعني. ففي كل الحالات ليه ده بيحترم ابوه، بيحترم الشقه اللي هو قاعد فيها حتى لو ابوه مش موجود ساعات بيقول لك لا، هو بيحترم كمان قواعد والقيم اللي اتربى عليها جوه البيت ده بالظبط اللي مامته باباه حطوه. فالاهم طيب. بقى ان يتربى على القيم الجامعيه بقى احترام العلم صح. ده اسمه علم. الحاجه الثانيه ودي الحاجه حتى شيخ الازهر مشكورا جزاه الله خير كان اتكلم فيها، ان ده يوم شكر نعمه. صح. انت بتتعلم واهلك بيصرفوا عليك دم قلبهم ومن سنين وربنا اتم عليك النعمه ان انت النهارده خلاص بتلبس ثياب التخرج بالزبط. تبداها بمعاصي وابتزال؟ ايوه ما يصحش. طب خلينا بقى ننتقل للطالب سيد ويعني نساله، انت دلوقتي معانا بقى نموذج شاب في كليه الاعلام، هتتخرج امتى؟ كمان كذا سنه صح؟ سنتين تقريبا؟ كمان سنتين. ناوي تعمل ايه في حفل التخرج بتاعتك؟ وهل انت موافق على اللي بيحصل ده؟ شايفه ازاي؟ هو اللي بيحصل انا ماليش ان انا اعترض، بس انا ما بحبوش. يعني انا كطالب ما رجحهوش. تمام. ان في اهالي بتصرف وبت يعني بتدفع دم قلبها عشان احنا نتعلم صح، فمش شرط يعني مش عشان هو بيدفع انا اروح اضيع. واجي ساعه حفله التخرج اوطي راسه واخلي راسه في الارض.
يعني تعرفين ان انا لازم احترم تعب امي وابويا يعني لازم احترم تعبهم طبعا ومصاريفهم اللي هم بيصرفوها علينا علشان نتعلم وتشرفهم. ايوه لازم ارفع راسهم لفوق، مش هرفع حفله التخرج واقعد ارقص ومش عارف ايه واوطي راسهم في الارض بدل ما اخليه يفتخر ان ابنه اتخرج. أيوة. لو ماشي زعلان ان ابنه اتخرج وراح يرقص. طب انت شايف يا سيد ازاي ان احنا نبدا يعني الامور دي تبقى تقل او الشباب فعلا يفهموا ان اللي بيعملوه ده مش صح؟ والله دي حاجه بترجع للشباب نفسهم، انا التربيه والنشأة. ايوه انا واحد من الناس في الاغاني ما بحبش اسمع مهرجانات كتير. بس في ناس تانية في الاغاني ما بتسمعش غير مهرجانات. فهي بتبقى نفس الفكره كده، وخصوصا يا سيد ان كمان في زي ما في فيديوهات للبنات والطالبات بترقص، كمان بنشوف فيديوهات لاولاد بترقص رقص يعني غير مألوف على مجتمعنا زي البنات واكتر. بالظبط زي البنات، وكمان في بيبقوا اولاد ماسكين طبله وبيطبلوا. فانت شايف بقى كذكر بقى شايف ايه رؤيتك للموضوع ده كرجل؟ كرجل انا بصراحه ما يعني ما بحبش. ممكن تقرب المايك بس شويه عليك يا سيد؟ الموضوع ده انا لا ما بحبوش الجيل يعني الجديد. انا ضد ده. انا اولا بحييك جدا يا سيد على كلامك بجد، انت شاب ملتزم جميل وملتزم وكلامك جميل وفي ادب واخلاق كده. انا عايزه بقى اقول لك حاجه، بما انك في الاعلام في كليه اعلام، السوشيال ميديا ليها دور في الموضوع دوت في انتشار يعني السوشيال ميديا ليها دور اننا نوعي الطلاب ونوعي الناس ونوعي المجتمع على الحاجات السلبيه اللي احنا بنشوفها؟ اكيد ليها دور، ليها دور كبير قوي. انا بديك سؤال على فكره ليها دور كبير قوي، لان مفيش حد دلوقتي ما هوش تليفون، الاطفال معاهم تليفونات. مظبوط. حضرتك لو حضرتك عندك طفل في البيت 5 سنين 6 سنين معاه تليفون، اذا السوشيال ميديا مسؤوله اننا نوعي الطفل دوت او نوعي اهل الطفل دوت الاب والام على ان الطفل ما يمسكش تليفون، على ان مش ما يمسكش يمسك التليفون بس يتفرج على ايه؟ يتفرج على الحاجات اللي تفيده. يتفرج على مش ايه؟ على اي حاجه بالظبط، لان احنا مش هينفع ما ينفعش ابدا نمنع التكنولوجيا دلوقتي. انت الطفل اللي قد كده بيبقى ماسك ريموت التلفزيون وعارف يعمل يغير القنوات، بيبقى ماسك التليفون وعارف يعمل فيه حاجات اكتر من مامته بابا. فاستحاله ان انا همنع ده، لكن اوجه بقى. بس ينفع ان اوجهه. ايوه ان هو بدل ما اتفرج على كذا اتفرج على كذا. طب انا عايز اسالك سؤال يا سيد، انت بتفرح ازاي؟ ايه مظاهر الفرح بتاعك؟ انا فرح. هتعمل ايه في التخرج بتاعك؟ عامه يعني التخرج فرح اي مناسبه سعيده بتفرح فيها ازاي؟ احنا مش ضد الرقص، بس الرقص برقي، مش ضد الفرحه. خليه يرد. طيب نعرف هو هيفرح ازاي. انا الرجاله هترقص برقي ازاي؟ عاوز اعرفها. انا عايز اعرف مظاهر هو لما بيبقى في مناسبه الراجل هيرقص برقي. الراجل بيرقص في فرحه بس عايزين الطريقه يعني ايه ازاي اللي هي ازاي دي؟ لا ما فيش راجل بيرقص، لا ما فيش الكلام ده. يحيي زمايله ويسقف لهم. طب معلش نديله فرصه يجاوب لو سمحتوا، نديله فرصه يجاوب. انا عامه فرحتي فرحه اللي حواليا دايما. يا سلام. لا انا انت كده مثالي قوي يا سيد. انت جميل يا سيد بجد. طيب دكتور، يعني احنا طبعا سمعنا كلام سيد، واكيد حضرتك ممكن يكون ليك تعقيب برضو على النموذج اللي موجود معانا النهارده والنماذج السلبيه الاخرى. يعني احنا دلوقتي شايفين نموذج معانا متربي على القيم والاخلاق والمبادئ. توجه رسالتك للاسر. يعني انا معلش في ترند من ضمن اللي طلعوا، والبنت من ضمن البنات كانت طبعا يعني ظاهره بمظهر غير لائق بالمره، ولكن لما تم استضافتها في احد البرامج البنت لم تبدي ابدا ان هي غلطانه، بل بالعكس هي شايفه ان هي صح جدا وما عملش اي حاجه غلط. ووالدتها كمان شايفه ان إن الأهل ما عملتش حاجه. ما هم لازم يبرروا قدام بس يا رب يكون بيعاقبوها بعد كده. هم اوكي ممكن يبرروا بس لا لا لا، ده هم مقتنعين تماما يعني هم مقتنعين تماما ان هي ما عملش اي حاجه غلط. والثقافه دي لو احنا ما عدلناهاش وعملنا عليها كنترول بشكل او باخر هتعمل انفلات غير عادي. ثقافه ان الفرحه بيقبل فيها الابتذال وعادي، ده يوم فرح. اللبس ده بايظ شويه معلش ده فرح بنت خالتها هيعدي. ايوه ده يوم فرحها بقى وتخرجها فيلا. الابتذال مرفوض قال واحد تفرح. أيوة. واحنا نفرحها ونكتر فرحتها. أيوة. بس بطريقه فاقيه. احنا عايزين ده.
عايزين النموذج ده. يعني سيد دلوقتي بيتكلم ده النموذج اللي احنا عايزينه. على فكره معظم الطلبه كده. انا لسه بقول ايوه طبعا احنا بنشوف نماذج نادره يعني. معظم الطلبه متربيين ولاد ناس واهليهم تعبوا عليهم وهم مقدرين تعب اهليهم وما يقبلش ابدا على نفسه ولا على اهله ان يعمل موقف مبتذل. بس هي المشكله يا دكتور ان احنا لما بنشوف نموذج زي ده وبينتشر الانتشار الفظيع ده على السوشيال ميديا، الطلبه الصغيرين لسه بيتعلموا ان هو ده الصح، ان هو ده اللي انا هعمله لما اتخرج، ان هو ده خلاص الاتجاه اللي المفروض يحصل. فدي المشكله، ان انا بربي نشء دلوقتي على قيم يعني غير اخلاقيه بالمره. هقول لحضرتك حاجه، احد ادوات الاتهام الاساسي في انتشار هذا الامر السوشيال ميديا والاعلام، والاعلام اولا لانه اقدم. الاثنين ليه؟ انا بصدر النموذج، انا اسف لك، انا بصدر النموذج، النموذج ده على ان الرقص فن راقي جميل لتعلموه. والبنت النهارده، في بنات النهارده لما تيجي تسالها حقيقي تقول انا عاوز اطلع رقاصه. في كده بكلم بقى معي. هي تقول كده انا عاوز اطلع رقاصه ومش عارف، ويسموا الاشياء بغير مسمياتها، ده فن استعراضي، ده مش عارف ده اسمه ايه. وما ننكرش طبعا ان في اكاديميات كتيره جدا انتشرت للتعليم الرقص والكلام ده كله، ولكن هي الفكره برضو يا دكتور، انا حتى لو انا هروح اتعلم ده، انا هروح اتعلم لايه؟ لبيتي ولجوزي وكده ولا ده اطار يا فندم غايه الخصوصيه، ما ينفعش يطلع للعامة، ما ينفعش ابدا ادخل هذه الظاهره في اي نوع من مظاهر الفرح. احنا بنقول للناس اللي كانت فرحانه في وقت من الاوقات، فرحانه مثلا، فرحانه بسبب موقف وطني، مش بالرقص. نرفع الاعلام ونسقف ونهتف ممتاز. فرحانه بسبب مثلا تخرج، مش بالرقص. والله ما بكده ولا ابدا بتكون الفرحه كده. انا بقول للناس شوفوا نماذج، بلاش نركز نعمل فوكس على النموذج السلبي. ما تشوفوا كده كلية طب بنات أزهر وهي بتعمل التخرج، لسه هقول لحضرتك. تفتكر يا دكتور الطالبة والطالبة اللي بيعملوا ترندات، هم اصلا اللي بيرقصوا في الحفلات بيبقى قصدهم ان هم يعملوا ترندات؟ بيبقوا شغالين اصلا في السوشيال ميديا وبيعملوا ترندات بهذه الطريقه. عندنا حاجه اسمها كل واحد عاوز يعلي على اللي قبله. فحد عمل حاجه، انا هزود اعلي عليه، انا هعمل كذا، فلانه طلعت ترند، طب انا هعمل كذا، ويتصور. يا ريت ده يتعمل في الصح مش في الغلط. انا هقول لحضرتك ان هم مش هيبقى ترند. شكرا. زي عندنا الـ سمر عنتر صاحبة الرقصة الشهيرة آخر من ضمن التخرج، من ضمن الأخيرة الترندات الأخيرة. فوجئت بدخل على صفحتها لقيتها عاملة صفحة كاملة. هل هي كانت قصدها تعمل ده، ولا هي لما لقت نفسها هي ترند قالت بالمرة بقى أطلع ترند؟ لا، هو جميع مسبق الاثنين. الاثنين عندها دي وعايزة تعلي في نفس الوقت. مسبق. ايوه غلط يا جماعه. احنا بنقول لو اتفضل حضرتك. لا اتفضل. لو احنا بنقول لو الجامعه حكمت الموضوع ده باطار قانوني وحزمت مره واحده، مش هيحصل التفلت ده. مش هيحصل صدق. اذا ندي نصيحه. قبل النصيحه مروه كانت عايزه تقول حاجه. اتفضلي يا استاذه مروه بعد اذن حضرتك. اتفضلي مروه قولي السؤال. انا شايفه يا دكتور ان المفروض ان الجامعات تستعين بالاخصائيين النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين عندهم طيب هو ليه مش بيعملوا برامج توعيه؟ لان هم شايفين ده بيحصل كل سنه، بيكرر كل سنه. ليه مش بيحصل توعيه وندوات ويجيبوا الطلاب ويفهموهم ان الفرحه دي ليها ضوابط، وان اللي هيخالف ده هيتعاقب جوه الحرم الجامعي؟ بالطريقه دي ممكن نحد شويه من انا هقول لحضرتك، عندهم اخصائيين واساتذه وناس اجتماعيين وناس محترمه جدا، وهم اللي بيخرجوا كمان الاخصائيين، يعني عندهم كل الكوادر. تمام. احنا في زمن دلوقتي هقول لحضرتك التقليد الاعمى ازاي. الجامعات الاهليه الحكوميه زي الجامعات اللي احنا طلعنا منها معظمها دلوقتي بيحاول يواكب الجامعات الخاصه عشان خاطر يبقى قريب منها. الجامعات الخاصه عاوزه تفتح الدنيا شويه، المسرح وتجيب نجوم كبار وتعمل مش عارف ايه وتنتج وتعمل والفرح بتاعها كذا والاخراج. فهو لازم يعمل ايه؟ يروح موسع الدنيا شويه عشان ما يضايقش على الطلبه اللي عنده، فيبقى قريب منهم فيغض الطرف عشان يعمل نوع من الايه التوازن شويه نوعا ما. وده بدايه النهايه. ايوه. رساله للجامعه بقى يا دكتور. رساله للجامعه ولوزاره التعليم العالي مبدئيا، لابد ان يكون في حاجه وثيقه قيميه تحكم الاستاذ وتحكم الطالب وتحكم التخرج وتحكم القبول وتحكم كل حاجه. زي ما في حاجه، انا النهارده لو طالب طب ما قبلوش في الجامعه قبل ما الدرجات بتاعته، وقبل ما اختبار قبول، وقبل ما لائق ولا غير لائق، وقبل كل الحاجات اللي زي كده، والتنسيق يقول يدخل كده. احنا عايزين نفس الطريقه، ضوابط تحكم البيئه الاخلاقيه داخل الحرم الجامعي، ولا تسمح بتخرج اي نموذج شاذ للمجتمع. هو ده اللي احنا عايزينه. طب يا دكتور حضرتك بتفسر ايه وجود الاساتذه
الجامعيين على المنصة وشايفين المنظر ده قدامهم وما عملوش أي رد فعل يعني يمنع ما يحدث؟ يعني هو المفترض أنا أستاذ الجامعة إزاي أقبل وجود منظر زي كده قدامي؟ هقول لحضرتك أحيانا بيبقى مغلوب على أمره لأن بيتحط في الموقف زي الأمر الواقع، وهو جاي الأستاذ الجامعة في كل الحالات جاي كضيف وفي أستاذ هيسلمهم الشهادات بحكم أن المنصب القانوني بتاعه أو حاجة زي كده. إضافة لحاجة كمان، كتير من الناس دلوقتي بتعمل حفلات تخرج بره وياخدوا أساس الجامعة بره، يعني ياخدوا فندق بره الطلبة مع نفسهم في مكان خارجي، مكان خارجي، ويجيبوا الأساتذة يدعوا بعض الأساتذة اللي هم رئيس القسم على كام واحد وبعدين يعملوها بره. فبره دي بتبقى خارج سلطتهم كمان. أيوة، ما هو الجامعات الخاصة تنظيم الحفلات بيبقى منوط باتحاد الطلبة والطلبة هم اللي بينظموه الكلام ده كله، لكن الجامعات الحكومية على ما أعتقد إن الحفلة بتكون جوه الجامعة. لا يا فندم، الكلام ده في الجامعة، في جامعات حكومية. انا لسه اول امبارح كنت مدعو في احد معمول في قاعه بره، وجامعه حكوميه، فبيبقى تنظيم للاسف ملوش علاقه باداره الجامعه. تحت مسمى ايه عشان برضو ندي لكل واحد حقه؟ تحت مسمى الجامعه ما فيهاش ميزانيه، وهم قالوا لنا كده. تمام. فطب يا جامعه ممكن كل طالب يدفع 50 جنيه وتعمله داخل الجامعه، وتبقى داخل الجامعه، داخل الحرم الجامعي اللي احنا متخرجين منه باشراف الجامعه. ساعات بنلم عشان شجر، ساعات بنلم عشان تنميه المجتمع، وساعات مثلا كل طالب يدفع 50 جنيه وتتعمل داخل الجامعه لو ما فيش ميزانيه، لو في تتعمل ماشي. هو كده كده اصلا الطلبه بتدفع اشتراك بيعملوه بره الجامعه بمبالغ وقدرها، يعني الطالب كل واحد بيتكلف. رسالة منك للشباب اللي بيجيلك، ايه يعني انت شايف ايه اللي ممكن تقوله لهم ان احنا في حفلات التخرج، ايه اللي المفروض نعمله؟ سيد قاعد مكسوف. مكسوف والله، بس يعني احنا حفلات التخرج يعني المفروض اولا نستلم الشهادة ونروح. لا مش نروح بسرعة دي، ويعني نشكر اهلنا على المجهود اللي هم عملوه عشان نوصل للمكان اللي احنا وصلناه. بالظبط، ده شيء اساسي. بخلاف بقى انت عايز تفرح بقى وترقص وكده مع نفسك في بيت انت واخواتك، في مكان انت واصحابك، لكن مش في وسط حفله التخرج وفي بنات موجودين وشباب موجودين والبنات ترقص والرجاله ترقص. سيد نموذج جميل من نماذج الشباب الجميله المحترمه، واحنا بنحييك يا سيد الحقيقه على اخلاقك وعلى، ويا ريت دي تبقى رساله فعلا لكل الشباب. ان شاء الله المرحله اللي جايه. تقول كلمه اخيره يا دكتور؟ انا بقول دور عام للجامعات، ارتقوا باخلاق الطلبه. الاصل ان احنا بنصنع انسان مواطن هيكون صالح ونافع للمجتمع قبل ما يكون في راسه معلومات بس. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، بنقول للطلبه افرحوا كل حاجه وربنا يزيد فرحتكم، بس افرحوا بالطريقه اللي تحترم اخلاقياتنا وادبنا والقيم المجتمعيه اللي اتربينا فيها. بس طيب، شكرا يا دكتور. احنا عايزين نوجه رساله للاسره، يعني هل فعلا المفروض ان انا اعمل زي اخو الطالبه اللي كتب لها تحذير شديد اللهجه اللي احنا اتكلمنا عنه في اول الحلقه قبل ما تروح حفلتها؟ يعني بيبقى في توجيه من الاسره، وبرده ما يبقاش التوجيه ده بس في لحظتها، هو المفروض ان انا اربي ولادي على كده. فرساله يعني حضرتك بتوجهها للاسره. حاضر. رقم واحد بالنسبه للاخ اللي عمل تحذير لاخته او تنبيه ليها، خلينا نقول تنبيه ليها كنوع من الخوف عليها ومش عايز تظهر مظهر مش هو لابد او غيره او كلام زي كده، ده راجل ويحترم جدا ما عدا كلمه التهديد. احنا مش عاوزين تهديد، عايزين نقول لها لا انت محترمه وبتمثل اسره محترمه، اخرجي بشكل محترم، استلم شهادتك واحنا كلنا فخورين بيكي، وبلاشي اي مظهر مبتذل لان دي مش اخلاق. ده انا احييه جدا. الحاجه الثانيه، دور الاسره ان هي بتطلع سفير ليها، الابن ده سفير الاسره. احنا لما بنلاقي ولد في الشارع مش متربي نقول ايه؟ ما ربهوش في البيت. ايوه صح، بنرجع على الاسره. فالاسره هي بلد المنشا ان صح التعبير، هي دي اللي بتطلع واحد كويس او واحد او واحده كويسه او العكس. تفتكر أيوة يا دكتور طبعًا. الطالب ده احنا بقينا بنشك في نفسنا على فكره، الولد دوت مش قصده انه يطلع ترند، لانه في نهايه التهديد قال لها انا اضربك علقه واطلع ترند بحاجه تستاهل. انا ما اعرفش قوي يعني في موضوع الترند ده، احنا والله بقينا بجد بنشك في نفسنا، يعني انا ممكن يكون
بس ممكن هو برضه فوق ده كله عاوز يعمل ترند برضه. يعني نرجع لنقطه ان هو بيسقط التهديد ده او ان طب هو مين اللي خد الرساله نزلها على السوشيال ميديا؟ أكيد هو او هي ما فيش طرف ثالث في الموضوع طبعا. شوفوا بصرف النظر خلينا نقول الحاجه حلوه حلوه الحاجه الوحشه وحشه سواء ترند او غير ترند النوايا بقى يعلمها الله سبحانه وتعالى. ايوه هو يا ريت ترند يكون لمصلحه المجتمع يعني ماشي اوكي رساله بس يعني لصالح المجتمع ولصاحب لا انا قصدي ان هو بيقول لها الولاد. لو هنعمل ترند نعمله على حاجه على حاجه تستاهل. فهو بيتريق طبعا على التفاهات اللي بتطلع ترندات وان هو يعني كل اللي بيطلع ترند ده حاجات مبتذله وحاجات تافهه ما فيش حاجه قيمه بتطلع ترند. فدي برضو الجمله دي يمكن هتاخد المعنى الاخر دوت ممكن جمله حلوه برضو يعني. من شاب حتى لو هيطلع ترند هعتبر نيته كده. ايوه جمله حلوه من شاب لو حتى قصده ان هو يطلع ترند بالظبط. يا ريت كل الناس تبقى زيك يا سيد. طيب دكتور كنت حابه اسال حضرتك شويه في التخصص السلوك الانساني يعني التخصص دوت بيفيد مجتمعنا في ايه؟ كل حاجه احنا بنعملها سلوك انساني. يعني لما نيجي نتكلم عن الانتاج وعن الصناعه وعن التعليم ده كله سلوك انساني. السلوك الانساني لو ما انضبطش يخسر ويوقع الاقتصاد ويوقع مجتمع ويخرب منظومه اخلاقيه وكل حاجه. السلوك الانساني بيعمل السلوك الانساني ليه ثلاث خصائص مهمه جدا وده الاصل. واحد ان هو قابل للتعليم، اي واحد يقدر يتعلم سلوكه يعمله. تمام. اتنين قابل للضبط، لو سلوكي اتغير اتعوج باظ شويه اقدر اعرف اصلحه اعمله. قابل للتنبؤ رقم ثلاثه، يعني ايه؟ واحد ماشي في التراك مثلا بمثال بسيط، واحد طالب لا بيروح الجامعه ولا بيذاكر. انا متنبئ له يطلع من الاوائل؟ لا طبعا. يبقى التنبؤ يقول بالسلوك ده لا ده يا ينجح بالعافيه يا ما ينجحش خالص. احنا من سلوك البني ادم اللي قدامنا بنقدر نعرف ده هيطلع ايه او ده محترم او مش محترم. شخصيته بتبان او شخصيته بتبان على السلوكيات وهي دي الاهم. بس يعني انا شايف ان انتوا قادرين تسالين سلوك انساني تقدم مهمتكم في وجود السوشيال ميديا؟ لا احنا بنقدم مهمتنا على حسب الطلب وليس على العموم. في فرق ما بين الارشاد النفسي ان انا اطلع ادي محاضرات للناس اعملوا كذا وسووا كذا، وفي فرق بين ان واحد يجي لي يقول لي انا عندي اضطراب معين فهو بعمل له سيتنج ضبط بقى للموضوع ده. بالظبط كده. لكن الارشاد ده مطلوب جدا، الارشاد النفسي ومساله الصحه النفسيه دي الحاجات اللي احنا غافلين عنها قوي في بلادنا عموما. يعني في العالم الغربي وهو له وعليه برضو واحد لكل اسره مختص نفسي بيرجعوا له هم تلقائيا بصرف النظر هو بيتابعهم او لا، هم بيرجعوا له الوقت الاخر عشان يضبطوا الامور. خصوصا كمان يا دكتور اكيد انت يا سيد بتدرس الكلام ده في كليه اعلام ان هم بيدرسوا ماده كامله تاثير السوشيال ميديا على الصحه النفسيه. أكيد. احنا بنشكركم على وجودكم معانا النهارده. للاسف وقت حلقتنا خلص، كان نفسنا نقعد معاكم اكتر من كده. شكرا موني، شكرا مروه على الحلقه الجميله دي. وطبعا اعزائي المشاهدين يعني يا ريت نكون قدمنا لكم حاجه مفيده النهارده واستفدتوا منها. وطبعا كلنا بنعاني من ترند السوشيال ميديا. اتمنى كل التوفيق لكل ولادنا وحبايبنا ونقدر ان احنا يعني نعدل السلوك نوعا ما وناخد بالنا من ولادنا اكتر من كده. وشكرا ليكم، وباذن الله بكره حلقه جديده في نفس ميعادنا الساعه 5 على قناه HBC وجمهوريه الستات.